فالصوم تعويد اللسان على التقوى، لأن اللسان يتعود بالصيام على ترك مألوفه فيترك المأكولات والمشروبات والشهوات في نهار رمضان، وإن كانت مباحة في غير نهار رمضان فتعويده على تركها في نهار رمضان يقتضي أن يتعود على ترك المحرمات في غير رمضان إلى الأبد، وأن لا يأتيها في حال من الأحوال. فقد تعود الإنسان أن يفطم نفسه عما حرم الله عليه في حال الصيام، فليفطم نفسه عما حرم الله عليه مطلقا في طيلة عمره ووقته كله، وبهذا يكون فعلا قد استفاد من هذه المدرسة وهي مدرسة التقوى بالصيام. والإنسان قابل لتغيير طباعه وقابل لتغيير ما به، وقد بيّن الله سبحانه وتعالى أنه إذا صدق الإنسان في نيته وإرادته فإن الله يغير ما به، لأن الله قال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا أراد الإنسان تغيير ما بنفسه فأراد إصلاح حاله وأن يكون من أولياء الله المقربين وأن يكون من المنافسين في الخيرات المتقربين إلى وجه الله جل جلاله، وبادر إلى اجتناب المعاصي وامتثال الطاعات وقصد بذلك وجه الله والقرب إليه، فإن الله سبحانه وتعالى يثبته على ذلك ويرزقه الاستقامة. والاستقامة على الطاعة هي أكبر الكرامات، كما قال الإمام الغزالي رحمه الله: الاستقامة أعظم الكرامات. فأعظم كرامة يكرم الله بها وليا من أوليائه أن يرزقه الاستقامة على منهجه، فلا يميل ذات اليمين جهة التشدد والتطرف والزيادة والمبالغة، ولا يميل جهة الشمال جهة التفريط والتقصير والنقص والخروج من ربقة التكليف، بل يبقى مستقيما على المنهج الصحيح حتى يلقى الله سبحانه وتعالى. فهذا أعظم كرامة يكرم الله بها عبده، لأنه حينئذ يوفقه لما خلقه من أجله.